صباح النور لك دكتور وأهلا بك. يعني كيف يتحول احتجاج سلمي إلى احتجاج عنيف جدا، مواجهات بين الأمن وأيضا المتظاهرين؟ ما نقطة التحول فعليا برأيك؟ صباح الخير، أهلا، تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل المستمعين. هذا السؤال سؤال مهم جدا، وهو محل أو مبعث للقلق للجميع. ورأينا كيف أن الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية المشروعة تنحرف لتصبح تتحول إلى احتجاجات عنيفة، وتتحول إلى عمليات عنف واعتداء على الأملاك العامة والخاصة. وهذا إذن عانينا منه نحن في تونس، ولا نزال إلى حد ما نعاني منه. ورأينا أيضا ما حصل في بلد مثل فرنسا في الحركات الاحتجاجية لما تم سميت بالسترات الصفراء، وكيف أن هذا العنف كان عنفا كبيرا، ووصل أحيانا إلى حد التدمير للكثير من المرافق. دكتور، من يجر فعليا المتظاهرين؟ اسمح لي، من يجر فعليا المتظاهرين إلى العنف؟ يعني عندما تستعمل قوات الأمن الرصاص المطاطي أو حتى القنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر، أليست بذلك تجر الشباب إلى العنف قصرا؟ بالنهاية يريدين أن يدافعوا عن أنفسهم. نعم، هو في إجابة عن سؤالك، قبل كل شيء لابد أن نميز ما بين الاحتجاجات المشروعة والاحتجاجات غير المشروعة. اثنين، لابد أن نميز أيضا بين الاحتجاجات التي تقع في بلدان تحترم حقوق الإنسان ويكون فيها استخدام القوة والعنف من طرف رجال الأمن مؤطر بقانون، وهناك إذا ضوابط ومؤسسات وأيضا جمعية داخل المجتمع المدني تمنع الاستخدام أو تقف ضد الاستخدام المفرط للقوة والعنف، وبين المجتمعات التي يكون فيها هناك استبداد وليس هناك احترام لحق التظاهر وحق الاحتجاج السلمي. نقطة أخرى مهمة جدا هو أن الاحتجاجات ذاتها يمكن أن تكون سلمية وقانونية، ويمكن أيضا أن لا تكون قانونية ويمكن أن تنحرف. أعطي مثال على ذلك، مثال على هذا القيام بمظاهرة في الطريق العام. التظاهر في الطريق العام هو حق تضمنه كل الدساتير باعتباره شكل من أشكال، قلت كل الدساتير الديمقراطية باعتباره شكل من أشكال التعبير السلمي عن رأي وعن موقف. ولكن مثلا الاعتصام أو احتلال مكان عام أو احتلال طريق ومنع الآخرين ومنع الناس من المرور به، هذا إذن شيء آخر من أشكال الاحتجاج تأخذ منحى عنيف. نقطة أخرى مهمة يجب أن نميز ما بين الناس الذين يذهبون للاحتجاج وللتظاهر السلمي، وبين عناصر تندس داخل هذه المظاهرات السلمية وتريد أن تحيد بها عن هدفها وتقوم بعمليات استفزاز لرجال الأمن. وهذا ما حدث سواء لدينا في تونس أو ما حدث في فرنسا، ويقع الانحراف بالغاية التي من أجلها وقع تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية أو هذه المظاهرة السلمية. سيدي الكريم، يعني سأنطلق من بيروت التي تعيش الآن انتفاضة شعبية، هناك استعمال مباشر للرصاص المطاطي وطرق أخرى من الأمور التي تفرق المتظاهرين. بالعراق استعمال
مباشر للرصاص الحي للمتظاهرين، وعليه أدانة 16 دولة. ما تفعله العراق حكومة وأمنا وميليشيات بالمتظاهرين عندما نكون بمواجهة سلطة، يعني أتحدث أنا الثائرة مثلا بلسان الآخر عن سلطة أنا أواجهها، إلى من سأتوجه في حال هذه السلطة تواجهني بالرصاص المطاطي أو الرصاص الحي؟ هل هنالك من جهات دولية يمكنني أن ألجأ إليها؟ إذا ثبت ذلك طبعا. بطبيعة الحال تصدي السلطات في لمظاهرات سلمية تنزل للتعبير عن رأي والتعبير عن موقف أو لمعارضة السلطة نفسها والتماشي الذي سارت فيه السلطة هو عمل مدان تدينه الشرائع الدولية وتدينه أيضا المواثيق حقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك أيضا المنظمات العالمية تشتغل في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات المستقلة للاعتراف أو تطالب بهذا الإقرار لهذا الحق. ما نراه في العديد من البلدان العربية أنه ليس هناك دولة قانون وليس هناك دولة تحترم حقوق الإنسان وحقوق مواطنيها، وهي لذلك تعتدي بشكل عنيف على المتظاهرين. لماذا تزيد الدولة من عنفها؟ وهذا إذا لن يحل المشكل. لماذا تزيد من عنفها بكل مرة يكون هنالك متظاهرين أكثر وأكثر؟ هل هدفها تخويف المتظاهرين من عدم النزول والمشاركة في هذه الاحتجاجات؟ هذا أولا هو هدفها، ولكن أيضا لأن هذه الحكومات سواء كان بالنسبة لحكومة العراق، بالنسبة لحكومة في لبنان، بالنسبة للوضع هنا في تونس مختلف شيئا ما، وهناك أسباب أخرى للعنف يمكن نتطرق لها، ولكن عموما لعجز هذه الحكومات عن تغيير سياساتها والاستجابة لمطالب مشروعة من طرف المتظاهرين ومن طرف الحركات التي المحتجة والنزول عند رغبة هذه رغبة المجتمع ورغبة المتظاهرين وتغيير السياسة والقيام أو ترسيخ أو بناء سياسة جديدة وبناء عقد اجتماعي جديد على أساسه المجتمع كله ينتظم في إطار نبذ العنف وحل الخلافات من خلال الحوار ومن خلال التسويات ومن خلال التفاوض وليس باللجوء إلى القوة وإلى العنف واستخدام وسائل الدولة وأجهزة الدولة لا من أجل حماية المجتمع وحماية البلاد وإنما ضد المجتمع وضد مصلحة البلاد، وهذا أمر مؤسف جدا. إذن هذا مشكل سياسي يحل بأساليب وبطرق سياسية، وأولها الإقرار بحق التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان. طيب أستاذ الكريم، والاستعداد لتغيير السياسات. أستاذ الكريم، يعني باختصار لو سمحت، مقابل هذا العنف المفرط الذي تستعمله أحيانا السلطات، كيف يجب على المتظاهرين التعامل للناس المتمسكين بحقوقهم؟ أولها النزول إلى الشارع وحقهم بالتظاهر الذي تكفله كل الدساتير الديمقراطية. كيف يجب أن يردوا على العنف؟ والله لديك مثال جيد سيدتي للحركات الاحتجاجية والحركة الاحتجاجية في الجزائر. هذه الحركة الاحتجاجية التي بدأت من السنة الفارطة ووصلت إلى حد من التعبئة والحشد كبير وكبير جدا، ومع هذا رأينا سلوك حضاري من المتظاهرين لم تنحرف إلى القوة وإلى العنف، وحتى إن كانت هناك استفزازات أو كان هناك تجاوز للسلطة، المتظاهرون والذين أثروا ونظموا هذه المظاهرات أظهروا قدرة كبيرة فائقة على ضبط النفس وعلى تطويق نزعات العنف سواء داخلهم أو خارجهم أي من السلطة،
ورأينا كيف أن هذه المظاهرات خرجت ولا تزال تخرج أيضا للتعبير عن الاحتجاج دون عنف كبير يذكر. إذن الحل هو أن المتظاهرين لا يجب أن ينساقوا أو ينزلقوا إلى مربع العنف الذي تريد أن تستدرجهم إليه السلطة، لأنها ستجد في ذلك ذريعة لمواصلة سياستها العنفية وعدم الحوار وعدم حل المشكل بطرق وبأساليب سلمية وسياسية. نعم، إذن أستاذ مادة الفلسفة السياسية بجامعة تونس منير الكشو، شكرا جزيلا لك.